تشتهر صباحات مدينة القامشلي السورية بصناعة وتقديم الجيمر كوجبة رئيسية في العديد من مطاعم المدينة التي يقصدها الكثير من الزبائن للحصول على الجيمر مع العسل كوجبة إفطار فريدة. يصنع الجيمر من قشطة حليب الجاموس والذي يعيش على ضفاف نهر الجغجغ في أطراف مدينة القامشلي، حيث ينفرد مزارعو المدينة بتربيته. يعد الجيمر أحد الأطعمة التي ارتبط اسمها بمدينة القامشلي، وقد باتت تصدره إلى عدد من المدن والمحافظات السورية. والصبيح نجيب بوز ومية ونقضبه وبهالبرة نسجيها عليه ونشيل منه هالجيمر. هالمادة الجيمر تستخرج من حليب الجاموس، هي مادة غنية بالبروتين وبالدهون، ومن ناحية الطعم والأكل كمان طيب، يتاكل أكله مع العسل مع المربيات مع الخطر مع شغلات هيك عم يتاكل. يباع الجيمر في العديد من المحال التجارية وله سوق خاص يباع فيه منذ خمسينيات القرن المنصرم، ويعد من أقدم وأعرق أسواق المدينة، حيث يباع نحو 450 كيلوغراما من الجيمر يوميا في فصل الشتاء بسعر يبلغ دولارا واحدا للطبق الواحد. والله تقريبا 50 جاموس اذن تقريبا التحلب كلياته يطعن شيء 10-15 كيلو، لان حليبا دسم زياده. جزء من تراث المنطقه هاي، مثل ما تقول برازق بالشام، مثل ما تقول حلاوي بالحماء. ايه، وجيمر خصوصيته من هالمنطقه، إيه مثلا يجي واحد من الشام ياخذ جيمر معه، الناس تفطر هون جيمر، الضيف يجي هون بيفطروا جيمر. تحول انتاج الجيمر الى مصدر دخل لعدد من مربي الجواميس، الذين ورغم غلاء الأعلاف وارتفاع تكلفة التربية نسبيا عن بقية الحيوانات، إلا أنهم توارثوا المهنة أبا عن جد وحافظوا عليها منذ عشرات السنين لتكون مصدر دخل أساسيا لهم.